أعراض الجلطات دي يعني هي وايد سبيكتر، في قطاع عريض جدا خلاص. بس احنا دايما بنقول للعيانين بتوعنا بالذات الناس اللي عندها ضغط عندها سكر، لو هو راجل اكثر 45 سنة او ست اكثر 50 سنة، خدي بالكم من اعراض معينة بتحصل. المرض ان انت بيجي لك الم في الصدر يبقى هنا في ورا المنطقة دي، مع المجهود او مش مع المجهود تمام. الالم ده ممكن يسمع في اماكن معينه، ممكن يوصل الكتف الايسر، الكتف الايمن تمام، الفك السفلي، الرقبه، الظهر من ورا خلاص. الالام دي لو هي بتجيلك مع المجهود كل فتره انت لازم تتشيك تراجع الدكتور بتاعك، لو الالم ده استمر اكتر من 20 دقيقه او وقت طويل لازم اراجع الدكتور بتاعي. زي ما قلت لحضرتك هم لازم هي مجموعه اعراض مجموعه حاجات تيجي مع بعضها، ما ينفعش اخد حاجه واحده بس منها وشكرا. بس الاعراض دي للرجاله فوق 45 او فوق 50 سنه او 55 سنه لازم ناخد بالنا جدا منها. مش بس كده الالام في الصدر، ممكن الموضوع يجي بعباره عن لهجات، ممكن يجيب الم في فوق المعده خلاص. في ناس كتيره قوي بتلخبطه مع ارتجاع المريء او الحاجات بتاعت المعده دي، دي برضه لازم ناخد بالنا منها كويس جدا. كل ما زادت الريسك فاكتورز زي ما بنقول، كل ما الموضوع بقى لازم ناخد بالنا منه اكتر. يعني زي ما بتحكي اللي عنده ضغط، عنده سكر، عنده كوليسترول عالي، سنه كبير، الناس اللي عندها مثلا امراض في الكلى او الحاجات كده، دول لازم ياخدوا بالهم جدا من الاعراض دي وينتبهوا ليها جدا، ولازم يزوروا اقرب دكتور قلبي. ميرسي جدا يا